بسم الله الرحمن الرحيم. أوجه رسالة لكل القوائم يخوض الانتخابات وأن الالتزام بالقيم والأخلاق والهدوء ونستنكر ونشجب ما حصل أمس الفجر، تهديد للسيد إبراهيم أبو لبن أحد المرشحين في القائمة المشتركة، وهذا طبعا شيء له من قيمنا وله من أخلاقنا. وأنا أستغرب يعني الناس اللي بيهددوا، هل هذه طريقة لخدمة مجتمعنا؟ هل هذه طريقة لمكاسب في الانتخابات، مكاسب شريفة؟ فرجاء من كل القوائم، بالأحرى من قائمة يقودها الأخ نايف أبو سويس، وأنا طبعا في الحالة هذه أنا بحمل رئيس القائمة لأنه هو رئيس القائمة، هو المفروض أنه يكون مسيطر ومتحكم في كل الكوادر. لا يجوز، هذا شيء عار علينا، عار على جميع المجتمع العربي في الرملة، هذه الأفعال وهذا التعامل مع الانتخابات. الانتخابات هي شغل الشهر، لازم يكون نصب أعينه خدمة المجتمع، وليس الهدف أنه نصل إلى البلدية، مش هذا الهدف.